والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بداية أتوجه بالشكر للمشاركين في الدورة التكوينية الثالثة على مستوى جهة الضرعة تفيلت ضمن البرنامج الوطني لتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين من أجل استثمار آليات الديمقراطية التشاركية وتملكها من أجل ربح مهارات التنمية والتحديث والنهوض بالحقوق والحريات. اليوم ألتقي معكم وعمليا يمكن أن أقول يمثل هذا اللقاء الثاني على مستوى الجهة، حيث تم عقد دورة تكوينية للراشدية، وأيضا بالراشدية عقد لقاء جهوي تشاوري مع مجلس الجهة مشكورا في موضوع التشغيل الجمعوي، وكان لقاء جد ناجح. كما نظمت الدورة الثانية بوجزات حول الديمقراطية التشاركية، فضلا عن لقاءين حول المجتمع المدني وتحديات التنمية بتنغير، ولقاء أيضا مع المجتمع المدني بجماعة إغريل منكم قبل أشهر، يعني في المجموع العام 7 لقاءات، بالإضافة إلى أن هذه الجهة كانت سباقة في إطلاق البرنامج التنفيذي للوزارة على مستوى الترافع المدني عن مدينة الصحراء، حيث عقدت الوزارة شراكة مع المنظمة المغربية للشباب، تم على إثره انتقاء 50 مرشح من أصل 300 طلب قدم إلى الجمعية، وعملت الجمعية وفق معايير محددة على انتقاء 10 من كل إقليم الأقل من 5 جهة، جهة درعا تفيلت من وزازات وتنغير والراشدية وزاكرة وميتلت. كان هناك مجهود هام ونوعي لهذه المنظمة، بحيث نظم اللقاء الأول في السنة الماضية لتأهيل 50 شاب وشابة من الجهة على تملك المعارف اللازمة والمهارات الضرورية من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء. وحرصت أيضا في كلا المحطتين على الحضور، بمعنى نحن هنا نتحدث عن 9 أنشطة نظمتها الوزارة على مستوى جهة الضرعة تفيلت في بحر سنتين، ولهذا وجهت لكم الشكر، لأنه في مختلف المحطات 9 الجهة قدمت نموذج رائد ومميز في مجتمع مدني فعال ونشيط. وهذه المناسبة للتنويه، ولهذا اخترت في البداية نوجه التحية لكم كمشاركين من مختلف أقاليم الجهة، وهذا أمر مستحق. وإن شاء الله الأقاليم الأخرى من الجهة سننظم فيها أنشطة، لأن طموحنا وهو خدمة المجتمع المدني في المواقع وفي المحطات التي يشتغل فيها ويقدم النماذج. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في
جائزة المجتمع المدني دائما هذه الجهة كانت حاضرة لا في المحطة الأولى ولا في المحطة الثانية، محطة 2017 ومحطة 2018. وكان تخمين عطاءات المجتمع المدني للجهة بارزا على المستوى الوطني، وشخصيا يعني على خلاف الصورة التي تروج المغرب ولله الحمد يتوفر على مجتمع مدني حي ونشيط، وكما جاء في الرسالة الملكية التي وجهت لإدارة التدبير الجمعوي المغرب يتوفر على ثروة وطنية هائلة ممثلة في المجتمع المدني. لوحة المكسب عند البلاد. للأسف لم نصل بعد إلى مستوى الاستثمار الكامل لهذه الطاقة الكاملة في المجتمع والتي جذورها تمتد إلى قرون قرون. الأسبوع الماضي في لقاء مع جمعيات المجتمع المدني بجماعة تلمكانت تلمكانت الجنوبية من جهة أرغانا قرب جبل أوليم على مشارف جبل أوليم وهو إلى جانب طبقال ثم إغل منقول ملك أوليم جبل أوليم هو ترتيب المرتفعات الشاهقة. وكان لقاء جد نوعي حيث وجدت في دوار إسمير بعد زيارة دوار إيروتان دوار أساكا ودوار تمسوت وجدت مجتمع مدني نشيط يتحمل المسؤولية في مواجهة تحديات التنمية وفي ترافع عن قضايا الساكنة بشكل يعني علمي ورفيع بحيث في ذلك اللقاء تسلمت أربع مذكرات ترافعية. وكان حرص من مسؤولي الجمعيات على اللقاء معي وعلى تنظيم هذه الزيارة وعلى تقدم تلك المذكرات الترافعية. أزيد من 10 جمعيات قدمت تدخلات في ذلك اللقاء، ولكن الأهم هو أن هنالك تطور على الأرض من جمعيات المجتمع المدني تتقدم وتطالب باستثمار آليات الديمقراطية التشاركية من أجل ربح تحديات التنمية وتحديات النهوض بالحقوق والحريات. وهذا الأمر يعني أنا أعطيتكم آخر زيارة كانت عندي لجماعة المكان ثم بعد ذلك جماعة سيدي وعزيز في تلوكات الشمالية الأولى في تلوكات الجنوبية والثانية في تلوكات الشمالية لأقف بشكل ملموس على إرادة قوية موجودة على مستوى المجتمع تجسدها جمعيات المجتمع المدني التي لم تعد كما يتصور البعض مكتفية بأدوار هامشية. اليوم لا، والطريقة التي مررنا بها حتى نصل لدوار إسمير جزء كبير منها قام أبناء تلك الدوائر بشقه بالبراوفز شقوا هذه الطريقة. من بعد واحد جزء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم أو تم تهيئته، ولكن الطريق مازال واحد تقريبا 15 كيلومتر من هنا وحوالي 7 كيلومترات من جهة أخرى تقريبا واحد 21 كيلومتر. يعني العزلة يعني العميقة، ولكن تقابلها إرادة قوية عند جمعيات المجتمع المدني لفك العزلة ربح عليها التنمية النهوض بالحقوق والحريات. وكان بالنسبة لكثيرين الذين تتبعوا أطواف تلك الزيارة نموذج، وفعلا نموذج.
التتويج والتقرير وما زال تفاعلاته مستمرة لغاية اليوم. وشكلت عملية لجنة متابعة لتتبع المذكرات الترافعية التي جرى التقدم بها. ما أرغب فيه هو أن ننجح في تجسيد ما دعا إليه جلالة الملك في الملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي نظم في مجلس المستشارين في دجنبر الماضي، عندما دعا إلى تفعيل آليات التشاركية للحوار والتشاور وإبراز طابع دامج لها للشباب والنساء بواحد طموح. وشعب دجنبر عرف رسالتين ملكيتين، رسالة التي وجهت البرلمان للمجلس المستشاري وكانت هذه فقرة أساسية فيها، والرسالة التي وجهت في إطار ذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمنت إشارة وتنويه بدور المجتمع المدني في ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية التشاركية وفي هذا المسار الذي انخرطت فيه بلادنا. هذا ما أرغب فيه، أن ننجح في ربح هذا الرهان، الرهان الذي أعلن عنه جلالة الملك. وهذا واحد المشروع ليس بالحديث، على الأقل أزيد من 10 سنوات وهو مطروح على جنب الأعمال بلادنا، أي إرساء ديمقراطية تشاركية تتكامل مع الديمقراطية التمثيلية. الديمقراطية التشاركية ليست بديل عن الديمقراطية التمثيلية، وليست في صراع مع الديمقراطية التمثيلية، يعني الهيئة المنتخبة ليست في صراع مع هيئة التشاور التي تحدث. الأصل هو التكامل، لأن الغرب ما هو خدمة المواطن. المثال الذي أتقدم به أولا أخيرا وخاصة الذي نقف عليه بشكل ملموس، وهو أنك تجد جماعة قروية عدد المنتخبين 15 منتخب، ولكن عدد ضوابط المشكلة أحيانا يفوق 4 مرات عدد المنتخبين، 4 مرات. يعني جماعة سيدي وعزيز عنده 67 دوار في مقابل 15 عضو منتخب زائد قطاع النساء، 15 مقابل 67، 4. طيب الضوابط التي لم ينتخب منها شخص، كيف تصل قضاياها؟ كيف نضمن أن تؤخذ مشكلاتها بعين الاعتبار؟ كيف ستعطى الأولوية لمشاكلها إذا كانت طروحة بحدة؟ كيف يتم التدخل لمعالجة القضايا إن لم يكن لها من يعبر وينقل؟ لأن الديمقراطية التشاركية في العمق جاءت لضمان المشاركة المستمرة والمنتظمة في القرار العمومي بغض النظر عن الانتخابات. الديمقراطية التشاركية تتكامل مع الديمقراطية التشاركية، وهذا عنصر حيث أنه البعض يطرح ماذا الديمقراطية التشاركية، لأن الديمقراطية التمثيلية لا يمكنها أن تنجح إذا لم تكن معضلة ومقوة بالديمقراطية التشاركية. هذا بغض النظر أن اليوم الدستور، هذا في المسار الدستور الجديد صورة 2011، نص على أدوار لم تكن في صالح الطرح على المجتمع المدني وعلى الفاعلين في الحياة الجمعية. الأدوار المتعلقة بالاقتراح، الأدوار المتعلقة بتتبع السياسات التنفيذ، والأدوار المتعلقة بالتقييم المستقبل.
سائرة. المغرب اختار واحد المسار للمجتمع المدني، نص عليه فصل 12 من الدستور و13 و14 و15 و139، وهو مسار أن يكون المجتمع المدني شريك في القرار العمومي بالاقتراح تتبع التفي والتقييم، وأقر لذلك آليات مباشرة كالعراقيل والملتمسات الشرعية، آليات تشاورية مثل كهيئات التشاور التي توجد، وآليات مؤسساتية عبر أزيد من 10 مؤسسة ديمقراطية تشاركية في بلدنا مثل مجلس وطني لحقوق الإنسان، مجلس اقتصادي والاجتماعي البيئي، مجلس استشاري الشباب والعالم الجنعوي، مجلس استشاري الأسرة والطفولة، المجلس الأعلى للتربية والتكوين البحريني، منظومة مؤسساتية واختيار المغرب. ماذا يتيح ذلك؟ يتيح الاندماج، ولهذا دعوة جلالة الملك للتفكير في هذا الأمر وجه دعوة المنتخبين، لأن هذا المنتخب البرلماني الثالث للجهات، لأن هذه الآليات ينتج عنها اندماج الجميع وخاصة الشباب والنساء في عمليات صنع القرار العمومي. وما نص عليه الدستور تقرر في القوانين التنظيمية للجامعات الترابية والقوانين التنظيمية الخاصة بالعراقيل والملتمسات الشرعية. لهذا الفصل المادة 116 117 من القانون التنظيمي للجهات تنص على أن المواطن والجمعيات يساهمون في إعداد برنامج التنمية على مستوى الجهة وفي تتبع تنفيذه، بمعنى الدستور ثم بعد ذلك القانون ثم الرسوم الذي صدر في يوليوز 2016 أقر الآليات اللي كنظمها المشاركة، بمعنى المجتمع المدني شريك في الإعداد وفي التتبع ديالو. هذه أدوار جديدة. الأمر لا يتعلق فقط بأن الديمقراطية التمثيلية حتى تنجح أو بمحدوديتها، بل الأمر يتعلق أيضا بأدوار نص عليها الدستور وتضمن المسؤوليات الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية، مسؤوليات تتعلق بتمكين الفاعل الجمعوي من الاضطلاع بهذه الأدوار الجديدة. لهذا كنشهدوا بعض التجارب في جهات فاس الكلاس، نظم تشاور حول مخطط التنميه الجهويه وبرامج التنميه الجهويه ومخطط الجهوي لاعداد التراب، تلقى فيه 1000 ملاحظه واقتراح. لهذا علينا ان لا نخاف من الديمقراطيه التشاركيه، بالعكس الديمقراطيه التشاركيه كتعطي الاليات ديال تنزيل الاحكام للدستور، بحيث المجتمع المدني باعتباره شريك إذا كنظنوا الوصول إلى أعلى درجة الفعالية والنجاعة، الوصول إلى أعلى درجة المردودية في القرار العمومي. جاء واحد القرار قال عندنا ميزانية معينة ديال الطرق ديال الماء ديال الكهرباء ديال الصحة ديال التعليم، لمن سنعطي الأولوية وفق أي حاجة؟ فاش تتوقع العملية ديال الشراكة مع المجتمع المدني كنوصل إلى أعلى النتائج؟ وهذا هو المبدأ اللي حكى المبادئ اللي حكى الجيدة، هي الشفافية، التشاركية، المساءلة، التقييم، التسمية الرسمية البشرية. وهذه المبادئ بدون ديمقراطية تشاركية لا يمكن أن تتحقق. ولكن قبل ذلك عندما نشتغل بالمنطق الديمقراطية التشاركية ماذا نربح؟ أولا تعاطف استباقي مع المشكلات قبل أن تتفاقم، لأن كنعرفوها الناس تبلغ عنها عند القنوات، ودابا عدد من المدن مميزة في عملها لأن لديها واحد آلية ديال التواصل المستمر المنتظم مع الفاعلين الجمعويين. المدن الآن دايرة لقاء مرة في الأسبوع، عندهم خميس كل أسبوع
الخميس من كل أسبوع أو للقاء حول هذا القرار. السباق، تعاقب السباق، القدرة، تعزيز القدرة السباقية في مواجهة المشاكل والتحديات. جوج، ضمان توفر شروط التعبئة الجماعية لإنجاح الأوراق، لإنجاح الإصلاحات، هذا واحد شيء أساسي. ثم هناك عنصر ثالث وهو ضمان أعلى مردودية للقرار العمومي بحكم وجود شريك من المجتمع يتتبع ويراقب ويساهم. وهذا المنطق ديال كيسميوه تشيكسان بلانس موازنات الضوابط الانجلو ساكسونيين، بمعنى المجتمع المدني هنا كيولي واحد العنصر ديال التتبع، وهذا أقرب للصورة، وديال تقييم النتائج. وأنتم تعلمون عندما تصبح أنها ستمول نجد أنفسنا أحيانا بعد الاستثمارات لم تنفذ. 2017 التي وصلنا فيها إلى أعلى نسبة في تنفيذ ميزانية الاستثمار العمومي المقررة لم تتجاوز النسبة 8%، كانت 170%، أعلى نسبة تقريباً في التاريخ المغربي، ولكن بقية 20% رحلت السنة الماضية. ولكننا مقتنع أن حيثما توفر مجتمع مدني نشيط يتتبع برنامج الاستثمارات المقررة والتي تعلن في إطار مذكرة لتوزيع الاستثمار العمومي بحسب الجهات وتوضع في البرلمان ضمن الوثائق الموثقة القانونية المالية، بحيث كل جهة تعرف الاستثمارات المقررة في هذه المنطقة، حي جامعي في هذه المنطقة، قيمة كلية في هذه المنطقة، هنالك مركب صناعة تقليدية في هذه المنطقة، كاين مستشفى إقليمي في هذه المنطقة، كاين برنامج ديال الطرق في المنطقة، كاين مشروع ديال الطاقات المتجددة. الاستثمارات المقررة والدور ديال المجتمع المدني ليس فقط في الاقتراح، بل أيضا في التتبع، ثم بعد ذلك في التقرير. ولهذا المرحلة التي نحن بصددها حاليا هي مرحلة إرساء منظومة الديمقراطية التشاركية كما تقررت الدستور والقوانين والمراسيم التنظيمية من 2011 إلى غاية 2015. كان هناك حوار ونقاش، حوار وطني حول المجتمع المدني، حوار موازي وجسم الصوت الاجتماعي وجسم وطني حقوق الإنسان، كان نقاش. من بعد إصدار القوانين 2015 2016، وبعضها صدر في 2018 هو القانون الحق في الحصول على المعلومة، والذي هو أحد الشروط الأساسية للنجاح في الديمقراطية التشريعية. بدون المعلومة لا تنجح الديمقراطية التشريعية. والمادة 10 من القانون الحق في الحصول على المعلومة تنص على النشر الاستباقي وثائق القانون المالية والميزانيات، قوائم المحاسباتية، برامج عمل الجماعات، عدد المقتضيات اللي هي شرط النجاح في الديمقراطية التشاركية أن تكون تلك الوثائق والمعطيات متاحة للعموم. اليوم بنص القانون الحق في المعلومة والذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس، وهناك بعض المقتضيات التي تدريجيا سيقع في السابق. المهم أن المنظومة القانونية 2015-2016 ثم النصوص التسبيقية 2016-2017 نظام داخلي لمجلس النواب تبقى مصادقة عليه في 2017، ونص على الأساء المثالية المتعلقة بتلقي العراقيل والمتماسك الشرعي. ثم 2018 فيما يتعلق بقرارات سيادة الحكومة الخاصة بجنوب العراقيل وعملها. اليوم 2018 فما بعد
هذه مرحلة الإرشاد، ولهذا نحن في لحظة خاصة جدا، هي لحظة الرهان على إرشاد هذا المنظومة. هذا رهان واقع ورهان ديمقراطي واستراتيجي لبلادنا، ومسألة حيوية لبلاد ديمقراطية. هذا الرهان، الرهان ديال الإرشاد وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين المنظومة. لهذا نحن في مرحلة تأسيسية، ولهذا السبب أطلقت الوزارة في 2017 برنامج تكوين 1200 فاعل جمعوي على ثلاث مراحل، 2017 2018 2019. نحن في المرحلة الثالثة، وهذه المرحلة الثالثة انطلقت من جهة سوس نسب بأكادير، ثم جهة الشرق بوجدة، وهذا الأسبوع عندنا جهة درعا تافيلات، وعندنا جهة مراكش أسفي، وإن شاء الله هذه السنة سنكمل هذه المرحلة الثالثة، إلى جانب برنامج جهة تكوين المكونين، نظمت منه مرحلتين، والمرحلة الثالثة إن شاء الله في الطريق، إلى جانب المنصة المشاركة المواطنة، إلى جانب المشروع الطموح المتعلق بإطلاق حملة تواصلية، والتي ستتم إن شاء الله هذا السنة على المستوى الرقمي لتعزيز هذه الثقافة، ثقافة الديمقراطية التجاربية، ثقافة المشاركة المواطنة، وما تتيحه من آليات للتأثير في القرار العمومي، فضلا عن برنامج الوزارة المتعلق بالولوج إلى المجال السمعي البصري، والذي أيضا أطلق، وفي إطاره سيتنظم أيضا 12 دورة تقوية جهوية، انطلقت الدورة الأولى على مستوى جهة الرباط سلام القنابل. هذا البرنامج متكامل لدعم القدرات والتحسيس ورفع سوء الوعي بأهمية الدورش، حيث الوزارة، وهذه مناسبة للشكر، أطر الوزارة ومديرياتها وفعالياتها وجميع العاملين على الحمد لله. دابا نحن بعد سنتين ونظمت العديد من الأنشطة في المنطقة، وكان هذا واحد رهان أو واحد طموح للحمد لله تحقق منه، يعني تحققت منه أمور مهمة، ولكن مازال الورش كما قلت في المسار ديالو في المرحلة التأسيسية، بمعنى أنتم هذه المشاركين، هذه 1200 مشارك في هذا البرنامج، كيشكلوا بالنسبة للمجتمع رافعة لنشر هذه الثقافة وبثها وإطلاق مبادرات عملية. في السنة الأولى الحكومة كانت حوالي إلى غاية، في السنة الأولى 67 عريضة، وكانت آنذاك 29 عريضة قبلت، هذا المستوى العربي في السنة الأولى. السنة الثانية إن شاء الله في الشهر المقبل، يعني في مايو 2018 غادي نقدموا الحصيلة الثانية. قناعتي وهو أننا نتقدم خطوة خطوة. الوعي بهذا الورش يتنامى، والطلب لأنه في البداية عندما أطلقنا الورش البعض كان يعتبر أن الديمقراطية التشاركية مسألة واجهة، وأنها مسألة شكلية، وأنها بدون مضمون فعلي وبدون عطاء، لكن مع الممارسة تبينت أهميتها وتعزز الإقبال عليها. 7 لقاءات جهوية تشاورية نظمت مع مجلسها، ونستعد الآن للقاء الثاني. في المقابل، هل الأمر مرتبط
بالتكوين حتى ننجح في هذا المسار. لا، التكوين هو تحدي القدرات المرتبط بالتكوين، قدرات الفاعلين الجمعويين للاستثمار الجيد لآليات الديمقراطية التشاركية، هذا عنصر من أجل ربح رهان الإرساء، وأن تصبح مسألة عادية في حياتنا العملية، بحيث أنه الهيئات المنتخبة، السلطات الحكومية، في أي قضية عندها واحد مقاربة تعتمد على استثمار ما تتيحه الديمقراطية التشاركية. قلت الرهان التحديد التكوين هو عنصر في ربح الرهان، لأن كاين عناصر أخرى. العنصر الثاني اللي هو تحديد السبب يتعلق ب التكامل، تحدي إرساء تكامل حقيقي بين الديمقراطية التنتية والديمقراطية التشاركية، إرساء تعاون، تجاوز التوشوش والتوتر الذي ينشأ بين المنتخبين والفاعلين في الديمقراطية التشاركية. وهذا تحدي ماشي سهل، لأنه في الوقت الذي نجد جماعات ومدن نجحت في استثمار ما تتيحه الديمقراطية التشاركية من ضمان التواصل والصمت عن المواطنات والمواطنين ومع الجمعيات واستباق المشاكل وانخراطهم في نجاح ضمان انخراطهم في نجاح الأوراش المطروحة وغير ذلك، في مناطق أخرى أحدثت هيئة التشاور وعطلت، أو يقع التعامل معها بطريقة مبنية على التهميش وعدم الأخذ بعين الاعتبار الآراء والأفكار، في حين هيئات التشاور رصيد وعنصر قوة. مديرية العامة للجماعات المحلية أصدرت دليل إحداث وتفعيل هيئات التشاور، وضمنه تم التنصيص على أن الجماعة ورئيس الجماعة أن يتوفر على سجل بالجمعيات ذات اهتمام بالشأن العام من أجل التشاور المستمر والتواصل معها، وأصدر الدليل الميزانية التشاركية. وأنا أعتبر هالدليلين أرضية صالحة من أجل كسب هذا التحدي. أمكنة مرجعية صدرتها المديرية العامة للجامعة المحلية يتم العمل بها. حتى بالنسبة للفاعلين الجمعية المنشورة في البوابة الوطنية للجامعة المحلية. هناك بوابة خاصة بها معروفة. الوثيقتين موجودتين وكتشكل مرجعية. لإرساء علاقة مبنية على التعاون ومبنية على التكامل، وليس علاقة صلة وتنازع وضغط. التحدي الثالث اللي هو ليس بسهل وأشرت إليه سابقا يتعلق بتحديد الولوج إلى المعلومة والاستثمار. وهو أمر كما قلت ليس بسهل، حاليا المستوى القانوني تم إرساؤه، لكن العديد من الجمعيات الآن ما زالت تشتكي من معلومات أساسية ضرورية لمذكراتها الترافعية، ضرورية لأعراضها، لملتمساتها التشريعية. على المستوى المركزي هناك تقدم دائم، يعني إذا أخذنا النموذج الوثائق الموافقة مع قانون المالية أو وجود الإدارة على المستوى المؤسسة التشريعية، لكن على المستوى الحالي على المستوى الترابي المحلي هناك
نحن اليوم بتعزيز مسار ضمان بلوج إلى المعلومة. وهذا الأمر وهذا التحدي الآن المغرب يخاف من الحكومة المفتوحة، برنامج الحكومة المفتوحة للأمم المتحدة، والوزارة جزء من هذا في هذا البرنامج، ولا ندخل جهدا في التنبيه على أن الديمقراطية التشاركية بدون ضمان الحق في البلوج إلى المعلومة ستبقى ديمقراطية منقوصة. الديمقراطية التشاركية منقوصة. الفاعل الجمعوي بدون الحق في البلوج إلى المعلومة تبقى القانون الحق في الحصول على المعلومة. لا يمكن هو أن يتقدم أكثر في ربح رهانات التنمية و رهانات نهوض بالحقوق والحريات. هناك تحدي رابع يتعلق بالنهوض بالإطار القانوني للحياة الجمعوية وللمجتمع المدني. قانون الجمعيات الآن متجاوز المقتضيات الدستورية ومتجاوز المقتضيات الديمقراطية التشاركية. أن الديمقراطية التشاركية تريد إطلاق عريضة، تحتاج إلى لجنة، الوكيل، النائب، سبعة أعضاء، لا تحتاج إلى وسيط، مباشرة بعد الاتفاق تبدأ عملها. جمع توقيعات والدعوة إلى فكرة العريضة، بمعنى المرحلة التي بلغتها بلاد سوريا و مع القوانين القدمية للجامعات الترابية والقوانين والعراق المتبتة الشرعية أصبحت فضائية متقدمة على ما نص عليه ظاهر الجمعيات في 15 نوفمبر 1950. هذا مثال عام للموت، وأنتم تعلمون يعني هذا التطور. الشهاد القضائي أيضا المنظومة القانونية بمختلف مكوناتها ليس فقط ظاهرة 1958، هي محتاجة إلى مراجعة عميقة. هذا واحد من المطروح منذ مدة، وإن شاء الله الآن اعتمدنا منهج يقوم على الاستجابة للحاجيات المطروحة على مستوى المعالجة ومراجعة الوضعية القانونية باحتمال قوانين. هناك القانون الخاص بالتبرع ألغى العقوبة الحبسية التي كانت موجودة في القانون الأول خاصة بالإحسان العمومي، والآن هو في مجلس المستشاري. قانون خاص بالتطوع ومفهوم خاص بالخدمة المواطنة الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة، قانون مشروع قانون التطوع في مباشرة الصف، وأيضا مشروع قانون خاص بالمؤسسات الفونداسيون، ومشروع قانون خاص بالجمعيات منظومة. إن شاء الله سنتقدم في الإرساء حتى يكون الإطار القانوني الخاص بالجمعيات واجب للتطورات المتحركة بشكل رابع وأساسي. يمكن القول أن هذه التحديات الأربعة المطروحة على تعترض أيضا داخل الأوراش المرتبطة بالحياة الجمعوية. الديمقراطية التشاركية كمسار أو كرهان نحن نطلب إرسائه بعد الشرط العرائي وغير ذلك. هنالك الأوراش المتعلقة بالمجتمع المدني والنموذج التنموي، الشراكة التي انخرطت فيها بلادنا مع المجتمع المدني، مع الجمعيات الجمعيات من أجل ربح رهانات التنمية. إذا أخذنا الرهان المرتبط بالنحو الأمية يتم بشراكة مع الجمعيات 4000 جمعية. الرهان المرتبط بتعزيز التضامن والتكافل في المجتمع، مؤسسات الرعاية الاجتماعية 1200 مؤسسة للرعاية الاجتماعية جمعيات. الرهان تعميم التعليم الأول 700,000 انطلاق من 100,000 طفل بشراكة مع الجمعيات.
رهان التنمية البشرية وتحسين القابلية للتشغيل وتيسير انخراط الشباب في الحياة العامة وفي الدورة الاقتصادية والتنموية. المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قررت محور خاص بذلك على سنوات. رهان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر منظومة تعاونيات تختلف الجنسيات ولكن تتم بشراكة مع التعاونية. مختلف الأوراش التنموية المعنية بإرساء شراكة مع الجمعيات لمواجهة التحديات التنمية المرتبطة بمحاربة الفوارق المرتبطة بجودة الخدمات العمومية وعلى مستوى الصحة والتعليم والمرتبطة بالتشغيل. وهذا لا يعني أن الدولة تتخلى عن مسؤولياتها، بالعكس الدولة تعزز من مسؤولياتها بما ترصده من موارد مالية، لكن من أجل النجاح في هذه الأوراش ينبغي أن تتم بشراكة مع الجمعيات. هذا التوجه وهذه الأوراش الأساسية التي تحدثت عنها الوزارة أطلقت في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي برنامج شامل بعض الجهات وإن شاء الله سنشتغل على أن يشمل جهات أخرى. برنامج طموح جهة الدار البيضاء سطات وجهة سوس ماسة وجهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة في 160 مليون درهم وفق على ثلاث محاور: الشباب والنساء والبيئة. وضمن هذه المحاور الثلاث هنالك خط عمود أفقي يتعلق بالديمقراطية التشاركية. قلت نحن كبلد اخترنا خيار الشراكة المتقدمة مع الجمعيات وهذه العناصر الخمس والمجتمع لربح رهانات التنمية لمواجهة المشاكل التي تعترضها كبلاد على مستوى الفوارق الصارخة بين الجهات والمناطق، على مستوى الخصاص أو النقص في الخدمات الأساسية العمومية هي واجب الدولة وحق المواطنين في موضوع الصحة وموضوع التعليم، أو على مستوى ضمان انخراط الشباب في الحياة العامة ومواجهة التحديات ديال البطالة. هناك عنصر آخر لا يتعلق فقط بما يهم ما هو سياسي الديمقراطية التشاركية أو نهوض الحقوق والحريات أو ما هو تنموي في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هناك بعد آخر يتعلق بأمن الوطن ووحدته، وهو الذي طرحت الوزارة فيه مشروعين: المشروع الأول المجتمع المدني والأمن المجتمعي، والمشروع الثاني المجتمع المدني الترافع المدني عن مغربية الصحراء. مشروع وأنتم تلاحظون أن رؤية الوزارة مستوعبة لمختلف الإشكاليات المطروحة عليها كبلد يسعى إلى أن يلحق برقم الدول الصاعدة، ولا يمكن أن نتصور هذا اللحاق والمجتمع المدني خارج هذه السيرة. ولهذا عندما نتحدث عن الديمقراطية التشاركية أن المفتاح من المفاتيح الأساسية لضمان هذا الانخراط. ولهذا القضية لا تتعلق بمسألة هامشية أو بورش ثانوي أو بقضية جزئية أو مسألة واجهة حتى نقول أننا نتوفر على آلية الديمقراطية التشاركية. القضية تتعلق بمستقبل النموذج التنموي لبلدنا والذي أطلق جلالة الملك محمد السادس نصر الله تعبئة وطنية لربح هذا الرهان. ولهذا أكدت مرارا وقبل يومين بكلية الحقوق بالرباط في ختام ندوة دولية حول موضوع المجتمع المدني والنموذج التنموي أن المجتمع المدني رافع أساسي للتنمية.
وللجديد نموذج النهضة، وأن هناك إمكان حتى البوتنسيال أن هناك إمكان وازن تفاصيل قوة غير مستثمر بما فيه الكفاية والنجاح في استثماره سيشكل قيمة مضافة نوعية لمسار التنمية في بلدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.